أخرى فشلت تركيا حتى الآن في إيجاد دليل يناقض الرواية السعودية الرسمية التي أكدت عدم معرفة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المسبقة بمقتل الصحفي جمال خاشقجي. ده جمال خاشقجي. ويقول محللون أن أردوغان وهو يرفع من وتيرة الحملة الدولية على السعودية أراد بشدة توريط الأمير محمد بن سلمان على أمل تقويض صورته باعتباره عقبة أمام أحلام الهيمنة التركية على العالم الإسلامي، غير أن هذه المساعي باءت بالفشل حتى الآن. فقد كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن التسجيلات الصوتية الموجودة لدى السلطات التركية لم تتضمن أي ذكر للأمير محمد بن سلمان. وزعمت الصحيفة المناهضة للسعودية في هذه القضية أن المتهم الأول أجرى اتصالا بأحد المسؤولين السعوديين بعد مقتل خاشقجي وقال له أخبر رئيسك أن المهمة انتهت. وادعت الصحيفة أن المقصود بكلمة رئيسك الواردة بالحوار هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، غير أن هذا التفسير يبدو مستبعدا ويناقضه قول نائب الديمقراطي الأمريكي آدم شيف الذي من المنتظر أن يترأس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب خلال الفترة الجديدة من الكونغرس. إنه حتى الآن من الصعب على مسؤولي الاستخبارات الأمريكية الوصول لدليل قاطع يستهدف ولي العهد السعودي مباشرة. كما قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي أن الأشخاص الذين سمعوا تسجيلات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لا يعتقدون أنه يورط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأوضح بولتون في حديث بسنغافورة حيث يحضر قمة إقليمية أنه لم يسمع التسجيل بنفسه، ولكنه عندما سئل عما إذا كان التسجيل الصوتي يربط ولي العهد محمد بن سلمان بالقتل قال بولتون ليس هذا هو الاستنتاج الذي أعتقد أن الناس الذين سمعوه وصلوا إليه، وهذا بالتأكيد ليس موقف الحكومة السعودية. وده جون بولتون. كشفت صحيفة صباح التركية اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 عن صور قالت أنها للأدوات التي استخدمتها فرقة الاغتيال السعودية لقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول الشهر الماضي. وقالت صباح أن أجهزة الفحص بالأشعة السينية في المطار أظهرت أن الحقائب التي كانت بحوزة الفريق السعودي تحتوي على مقص كبير ومشرط وجهاز صعق كهربائي، وذلك بعد مغادرة المنفذين تركيا. وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات التركية لم تتمكن من تفتيش الحقائب بسبب الحصانة الدبلوماسية. وهنا البوست بتاعهم ونشرين صور المعدات اللي هي الصور ديت والتاريخ 13 نوفمبر 2018 اللي هي الأدوات اللي هي داخل الحقائب أظهرتها الأشعة. واحتوت الحقائب أيضا 10 هواتف وخمس أجهزة راديو للاتصال الداخلي وجهاز تشويش وحقنتين كبيرتي الحجم وجهازي صعق كهربي وثلاثة من الدباسات كبيرة الحجم ومشرط واحد. وأكدت صباحا أن الشرطة التركية لم ترصد أيا من أشلاء جثة خاشقجي في صور الأشعة السينية. وكانت صباح كشفت قبل أيام عن آخر الكلمات التي قالها خاشقجي لفريق الاغتيال الذي نفذ عملية القتل. ده جمال خاشقجي الله يرحمه. وأكد رئيس قسم التحقيقات في الصحيفة التركية نظيف كرمان أن خاشقجي قتل خنقا بواسطة كيس وضع على رأسه وفق التسجيلات الصوتية المتوفرة لدى السلطات التركية. وكانت آخر كلمات خاشقجي أنا أختنق، ابعدوا هذا الكيس من رأسي، أنا أعاني من فوبيا الاختناق.
قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، مضيفا أن عملية القتل تلك بواسطة الخنق استمرت لمدة 7 دقائق. وأضاف أن فريق الاغتيال السعودي عمل على تغطية أرضية الغرفة بالأكياس لمنع تسرب الدماء أثناء تقطيع جثة خاشقجي. وأشار إلى أن عملية التقطيع استغرقت 15 دقيقة وتمت على يد خبير بالطب الشرعي السعودي، ثم وضعت الأشلاء في 5 حقائب كبيرة ونقلت في سيارة تابعة للقنصلية السعودية. ولفت إلى أن فريق الاغتيال حمل معه بعض الآلات والأدوات إلى تركيا. من ناحية أخرى، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التسجيل الصوتي لقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي كان كارثة حقيقية. صدمت ضابط المخابرات السعودي الذي سمعه، حسبما أفادت صحيفة صباح الموالية للحكومة التركية الثلاثاء 13 نوفمبر 2018. ده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وصرح أردوغان للصحفيين أنه عند سماعه التسجيل قال ضابط المخابرات السعودي: أعتقد أنهم كانوا تحت تأثير الهيروين، فقط شخص يتعاطى الهيروين سيفعل مثل هذا الشيء. وتتوالى التصريحات الخاصة بتسجيل خاشقجي، إذ أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الاثنين أن المخابرات الكندية استمعت إلى التسجيل الخاص بمقتل الصحفي السعودي، مشيرا إلى أنه لم يقم بذلك الأمر بنفسه. وعندما سئل خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الفرنسية باريس حول سماع المخابرات الكندية التسجيل، أكد ترودو ذلك مرتين وقال أنه لم يسمع بنفسه التسجيلات. كان أردوغان قد قال في وقت سابق أن بلاده قدمت تسجيلات تتعلق بقضية مقتل خاشقجي لكل من السعودية وأمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا. وفي الوقت الذي لم يقدم فيه أردوغان تفاصيل حول طبيعة هذه التسجيلات أو ما تحتوي، قال في تصريحات له قبيل مغادرته إلى فرنسا لحضور ذكرى مئوية انتهاء الحرب العالمية الأولى: القتلة هم بالتأكيد بين الأشخاص 15 أو 18، وليس هناك داع للبحث عنهم في أي مكان آخر. وتابع وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: الأشخاص 15 يعرفون بالتأكيد من هو القاتل أو القتلة، والحكومة السعودية قادرة على الكشف عن ذلك، داعيا المملكة لتقديم إجابات لما حصل لجثة خاشقجي. يشار إلى أن وزير الخارجية التركي مولود جاويس أوغلو قال في تصريحات سابقة أن بلاده تمتلك أدلة تتعلق بمقتل خاشقجي، مضيفا أن بعض الأدلة لم يتم الكشف عنها وأنها تركيا أطلعت فقط الدول التي تريد معرفة هذه الأدلة، مؤكدا أنه سيتم إطلاعها على الرأي العام بعد نهاية التحقيقات. لكن وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لادوريان في مقابلة مع قناة فرانس 2 قال أنه على حد علمه فإن بلاده لم تحصل على نسخة من التسجيلات. وعندما سئل عما إذا كان ذلك يعني أن أردوغان كان يكذب، قال لودريان: الأمر يعني أنه يلعب لعبة سياسية في هذه الظروف. وأعربت تركيا عن غضبها إزاء تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، ووصفت تصريحات لودوريان بأنها غير مقبولة. وقال فخر الدين ألتون المدير الإعلامي للرئاسة التركية: من غير المقبول أن يتهم الرئيس التركي بأنه يلعب لعبة سياسية. وأضاف: دعونا لا ننسى أن هذه القضية كان سيتم التستر عليها دون الجهود التركية الحثيثة. الشخص الذي أخشى عليه بعد أخي وصديقي الكبير جمال خاشقجي، اتجهت يعني نظرتي إلى الأمير أحمد بن عبد العزيز. الأمير أحمد بن عبد العزيز وتصريحه الشهير في لندن يعكس أن هناك مشكلة حقيقية. كلنا نعرف
بأنه لو لم يبلغ السيل الزبار لما خرج الأمير أحمد بن عبد العزيز وتكلم بهذه الصراحة وقال لوموا الملك ولي عهده، لوموا المسؤولين، لا تلقوا باللوم على كل أسرة آل سعود. هذه رسالة واضحة. طبعا كلكم تذكرون أنهم طلعوا في وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن والله الأمير أحمد يقول إيه، وهذا تصريحي أنا أخرج من سياقه. كان بإمكانهم أن يطلبوا من الأمير أحمد أن يخرج فيديو، وكلنا رأينا يعني ملامح السفير السعودي بعد هذا التصريح. الأمير أحمد كان صادم بالنسبة له، طبعا ما يقدر يقول شيء، هذا واحد من عيال عبد العزيز، وهو يعني رجل معروف بالعقل والحكمة ولا يحب المغامرات ولا ما يقوم به مبس بتوجيه من مز ولي عهد إمارة أبوظبي المارقة التي تقود السعودية إلى ما وصلت إليه. فعملية اختفاء جمال خاشقجي الآن أصبحت حديث العالم كله. جمال خاشقجي صحفي مرموق لم يقدم نفسه معارضا، والكل يعتز بمعرفته، ونحن يجب أن نكون جميعا يعني في صف جمال خاشقجي وأسرته. يعني عملية إن والله العبرية اليوم تسوي نص ساعة حديث إن والله قطر إيش دورها في اختفاء، لا نضحك على بعض بعد، يعني أخشى بعد قليل يخرج واحد يقول لا قطر هي التي عطلت الكاميرات في القنصلية السعودية. بعدين يعني أنت كقنصل ودبلوماسي العتيبي يجون كرويترز تفتح لهم الدروج وينبسطون المسعودين الذباب الإلكتروني، يقولك والله طقطقة دبلوماسية. يعني كيف طقطقة دبلوماسية؟ موضوع خطير الآن أصبح حديث الأمم المتحدة، رئيس أمريكا، نائب رئيس أمريكا، الاتحاد الأوروبي، كل دول العالم اليوم تنظر إلى السعودية. هل ستصبح دولة مارقة، نظام مارق نفس نظام إمارة أبوظبي المارقة؟ ابحثوا عن أصابع إمارة أبوظبي المارقة. طبعا كلكم تذكرون الوزير بتشوف عادل جبير قال لا الحريري مواطن سعودي وموجود برغبته وإرادته، ومن الكلام الفاضي هذا اللي انتم خابرينه. بعدين طلع الحريري قال له بكرة شو؟ قال له الخميس. قال هلا والله بالخميس. فكلنا نتذكر يعني هذه الدولة مارقة تحاصر قطر، والله أنا بسوي حرب على اليمن، ويجيك ما بس يعني يعتقدها يعني لعبة بلاي ستيشن، يقولك ها احنا نستطيع ان ننجز ذلك خلال اسبوعين لكننا لا نريد. الان يا حبيبي بتكملون السنه الرابعه وما زال نزيف الجيش السعودي مستمر،